وخلينا دلوقتي نروح للنادي الاهلي ونتابع اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. ومرستنا العزيزه سالا حامد موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الخير عليكي، متابعينك اكيد انا وكريم كل جماهير دلوقتي 10 الصبح وقناه الاهلي. عرفينا كده ايه اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه، اتفضلي. صباح الخير، طبعا في البدايه برحب بيك انا هواند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وجمهور 10 الصبح في الاهلي. وزي ما انت قلت يا هواند، بالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، ويمكن قرر مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي انه يمنح لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات مباشرة بعد مباراة أمس، مباراة الأهلي وفاركو واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة طبعا اللي كلنا شفناها وأقيمت على استاد أو ملعب استاد الأسكندرية في مدينة الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يمكن كمان يعني قرر مستر بيتسو أن هو يكتفي بس بتمرين لاعبي النادي الأهلي لمدة يومين قبل المواجهة القادمة والمواجهة المقبلة مواجهة المريخ السوداني، ثالث مواجهة للنادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة الدوري أبطال أفريقيا. شايف أنه بس يعني اليومين دول كفاية للاعبي النادي الأهلي، وأنه كمان مباراة فاركو تعتبر مباراة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لكل لاعبي النادي الأهلي، لأنه من خلالها قدر أن هو يعني يطمن على أحوال جميع لاعبي النادي الأهلي، وأنه فوز امبارح والأداء المتميز منهم ده يعتبر دافع قوي ليهم قبل مواجهة المريخ السوداني المواجهة المقبلة أن هم يخليهم يحققوا يعني نتيجة إيجابية وكمان أداء قوي في المباراة المقبلة. ده بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أنتقل وأروح لجميع الألعاب الأخرى وأبتدي معكم بأخبار الفريق الأول لكرة السلة رجال اللي النهاردة إن شاء الله هيستنفوا تدريباتهم مرة أخرى على صالة أمير عبد الله الفيصل الساعة 12 الظهر بعد ما حصلوا على راحة سلبية من التدريبات إمبارح. ويمكن خليني أقول لك أنا هواند وكريم إنه مستر أجاستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي يعني قرر الفترة دي إن هو يخوض بعض التجارب الودية والمباريات الودية لفريق النادي الأهلي. يمكن أول إمبارح كان عنده تجربة ودية مع نادي المصرية للاتصالات على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وقدر النادي الأهلي أن هو من خلال المباراة دي يفوز بفوز كبير بنتيجة 81-58. يمكن ده يعتبر فوز كبير يعني هواند كريم بالنسبة للاعبين النادي الأهلي في الفترة الحالية، لأنه حاليا الفريق بيعاني من بعض إصابات زي عمر طارق، عبد الله ناصر، ابراهيم الجمال وعمر عزب، وكمان في 3 من لاعبي النادي الاهلي غايبين عن صفوف الفريق بسبب يعني مشاركتهم مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم لكره السله، وهم ايهاب امين، عمرو الجندي، وعمر زهران. فكده يعني لاعبي النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي ناقص 7 لعيبه، وقدر انه رغم يعني ان هو ناقص 7 لعيبه ان هو يفوز على نادي مصر الاتصالات بالنتيجه الكبيره دي. كمان يوم الجمعه ان شاء الله نادي الاهلي عندهم مواجهه وديه اخرى مع نادي هليوبلس يوم الجمعة المقبلة. كمان سيدات السلة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 5، والتمرين هيكون على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر. ويمكن قرر الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الاهلي انه يخلي التمرين النهارده لسيدات السله على صاله الدكتور حسن مصطفى بسبب يعني مباراه غد، وان مباراه بكره ان شاء الله مع نادي سموحه هتقام على نفس الصاله وهي مباراه النصف النهائي لبطوله كاس مصر. ورجال الطايره النهارده عندهم يعني راحه من التدريبات وهيعودوا يستأنفوا تدريباتهم يوم الخميس ان شاء الله الساعه 6 عشان يعني يستعدوا لبقيه المباريات في الدور النهائي لبطوله الدوري. يمكن يعني رجال الطايره او الماسترز قدروا ان هم يحققوا الفوز في اول 3 مباريات ليهم في الدور النهائي من بطولة الدوري على نادي سموحة ونادي الطيران ونادي الاتحاد السكندري، وإن شاء الله المباراة القادمة هتكون أمام نادي هليوبلس يوم الحد المقبل على صالة برج العرب. وسيدات الطايرة النهاردة عندهم تمرين الساعة 7 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه امام سموحه يوم الجمعه المقبل ضمن منافسات الجمعه المقبله ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره. واخيرا رجال اليد النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 2، وبعد التمرين يعني هما وجميع الجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق عشان يستعدوا بشكل قوي ويدخلوا في اجواء المباراه مباراه غد امام سبورتنج في الدور الثمانية من بطوله كاس مصر، واللي هتقام ان شاء الله هواند وكريم على صالة نادي سبورتنج. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده هواند وكريم من داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه. طبعا انا معاك يا هواند واكيد معاك يا كريم لو في اي سؤال. بشكركم جدا والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك جدا على التغطيه دي زميلتنا العزيزه سالا حامد، شكرا ليكي.